السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي العزيزات، رجعت لكم موديل جديد، موديل رائع دائما من ماركة ماتكس في هذه السلسلة ديال الفيديوهات ديال الجلاليب التركية. هذا الموديل هذا ما غنقولوش عليه خريفي أكثر ما غنقولو عليه شتوي، لأنه فعلا موديل سخيخن، ماشي لأن بما أن فيه لا دوبلور كيكون شويه سخون، وحتى القماش ديالو غليظ. نحاول نقرب لكم عن قرب تشوفوا القماش ديالو، شي حاجه رائعه جدا غزال. انا عجبني اكثر من اللي قيسته، اكثر ما انني شفتو عليه هكا معلق. الوغ شوفوا نشوفوا لي ديتاي ديالو. عندنا هنا كيجي عاوتاني بحال ستيل ديال قبل شويه، لو ستيل كروازي كيتشد هكا. عندنا جوج ديال الصديفات رائعين حتى هما بحال اكسسوار. وعندنا هنايا هاد الطريزه هادي لي غادا بالموزونة، هادو سي دو كوير البنات، هذا كوير باش مزوقين بها هاد الطريزة هادي اللي جاية حتى لهنا، يعني جاية هاد الطريزة من هنا حتى لهنا. الوغ غادي نجيو لهنايا في الجلد، ما كاينش فيه السمطة، هذا كيجي مطلوق وكيجي تبارك الله كلوش ومستور. عيو كان هنا في الجنيب ديالو دايرين واحد لابوند في هاد الاكسسوار هذا اللي هنا، ما مزيره ما والو. راه لا شفتوها، راها ماكشي كتزير، جات جوست ديكور، جوست ديكور، شاده من هنا حتى لهنا لاصقه فيه، وكله فيه دي بوطون من الفوق حتى لتحت مع الكاش بوطون. الو نفس الديكور اللي عندنا هنا واللي عندنا في لامونش، كاين واحد الغابيل جميل جدا فريمون، كيجي غزال كيجي غزال. ولا شفتوه راه كيجي كلوش البنات، كيجي كلوش، ما كيجيش مزير على الواحد. المقاسات اللي في هذا الموديل هذا فيه حتى هو من المقاس واحد حتى المقاس ستة، يعني هذه اللي لابسه انا المقاس خمسة كتلبس 46 48، وكاين المقاس ستة اللي غتلبس 50، كنضل 50 ولا 52. خذوا العبار بالسنتيم من عند بنات في المحل. الوغ هاد الجلباب هذا السعر ديالو 1200 درهم، درتو انا مع فولار ديال الحرير ديال تركيا 300 درهم، ونسقتو مع هاد السويك هذا كيجي حتى هو زوين معاه. مشيت بشويه مع لاكولور اللي عندي في الفولاغ باش نهرس هذاك لو بلو مارين فونسي، لو بلو نوي، حتى هذا ان بلو نوي، دونك باش نهرسو هاد لاكولور هادي وتكون عندنا شويه ديال لي كولور شويه كي. فانا درت لكم هاد الفولار هذا، ودرتو مع هاد السويك ديال الماركه ديال زهره اللي كيدير 450 درهم. نتلاقاو في موديل جديد.